على البطل. عليهم بنعرف ومجيد انور حلبي رئيس لجنه الاهالي في المدرسه الحديثة. حدثنا عن الفعاليات اللي عم بتكون فيها المدرسه الحديثة هذا اليوم. اليوم في كان من الصبح مسيره لسيدنا ابو ابراهيم عليه السلام. اجواء كرنفاليه اليوم شايفين في من الصبح. نتمنى انه هذا العيد يمر بسلام على الجميع، وكل عام وانت بخير. وانت بخير. ايوه. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير. عمار عن مربي صف الخيل الخامس ألف. حدثينا اليوم عن المسيرة القيمة فيها المدرسة الحديثة. فيش أحلى من هيك مسيرة، الله بينعاد على الجميع بخير، ونضلنا في صحتنا، ونضل الأولاد ينبسطوا ويكيفوا ويحسوا في العيد، فيش أحلى من هيك إحساس ومن هيك فرحة. ويعطيكم العافية إلكم أنتم. شكرا لنا مربي الصف الرابع. حكينا اليوم عن المسيرة اللي قاموا فيها المدرسة الحديثة. طبعا هاي المسيرة تقليدية إلنا ثاني سنة بنقوم فيها. المسيرة هي بمناسبة طبعا العيد، مسيرة الحب والعطاء والإخاء والتعاون والمحبة. الحب عيد كل طلاب المدرسة الحديثة وأهاليهم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كل سنة بينعاد عليهم شهادات البال. وطبعا للأولاد الطلاب اللي مش معيدين بنقول لهم إن شاء الله العيد الجاي إن الله راد يكونوا معيدين معنا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. المدرسة الحديثة كانت تتكلم.
معلمين شوي من هذه الصف السادس باء، حكينا اليوم عن الفعاليات القايمه في المدرسه الحديثه. قايمين احنا في مسيره اللي بتجمع فيها كل اولاد المدرسه، في رمز هون عندنا شعار الدروز، واحنا ماشيين حسب الالوان الدروز واصلين على مقام سيدنا ابراهيم، هناك بدنا نتجمع ونسمع محاضره دينيه. الكل طبعا مبسوط وفرحان وبيتمنى للجميع السعيد. شكرا لك والعم انت بخير. وانت بخير. تماما نرجع نعيد على الجميع، نتمنى انه هذا العيد يعود عليكم كلياتكم بالصحه واداء البال، وان شاء الله بيكون اوضاع حلوه لكل العائلات، وكل العائلات ان شاء الله تعيد في السنوات القادمه. نحن بنعرف انه في قسم العائلات هاي السنه مش معيده، اما نحن في داخل المدرسه جربنا انه يكون اجواء حلوه لحتى كمان هذول الطلاب يعيدوا قديش ممكن ويشعروا في اجواء العيد. مش بالصدفه نحن موجودين هون في هذا المقام الشريف، مقام سيدنا ابو ابراهيم عليه السلام، المقام المقدس اللي بيعتبر طبعا بالنسبه لنا مركز ومرجع ان كان رجال دين او مش متدين. بنيجي على هذا المقام بنزوره وبنآمن به، وان شاء الله طبعا بمساعده هذا المقام تكون الاجواء حلوه في بلدنا. فعاليات عيد الاضحى المبارك هاي السنه زي ما كانت السنه الماضيه كمان كانت فعاليات حافله، بداناها قمنا في عملية صنع الكعك الرموز من غير مخدعات، لأن احنا بدنا اياكم ترجعوا سالمين على المدرسة وهذا أهم شيء. فبنقول لكم للمعلمين كل عام وأنتم بخير، نفتخر فيكم، للمعلمة أحلام تعطيك ألف عافية على التنظيم، للجنة التنظيم اللي من لجنة الأهالي أخي وائل بو مفلح، رانيا حلبي، صفا لطفي، عامر فخر الدين، واخيرا طمير اللي عمل فوق طاقته من اجل نجاح هذا اليوم، واخيرا لاخي علي قرع بقول لك تعطيك. المربيين المربيات اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. طبعا نحن تعودنا في بحث المقام الشريف مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام كل سنة في مناسبات، وفي غير المناسبات نستقبل طلاب وطالبات في جميع المدارس إذا كانوا كبار أو صغار. مهم جدا إن كطائفة توحيدية إن عقائد إن عقائد وإن تقاليد، فمهم جدا إنه نجتمع ونقعد في الأماكن المقدسة هذه إنه تعطينا الروح الدينية الروحانية للجميع.